السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، على المتابعين ومتابعي عشات القناة العزاز الغالي على قلبي، خوتي وخواتاتي، الله يبعد عليكم شر الخلق والمنافقين المنافقات وتونية العائلات اللي ولينا تنشوفوها تتغلغل لينا وسط العائلات، المصالح الخاصة باش تضرب الأدسنس والمشاهدات وتبارطاجي لينا واحد الصورة مشينة على العائلة المغربية. بغيت نعرفكم انتوما يا العائلة البدوية اللي تتقولوا أنكم بدويين، اللي من بعد ما كان حتى شي حتى يعرفكم ومن بعد الله الفضل يرجع للبدوية، هي اللي ورات اختك خداج دج للناس من بعد ما وراتها في قناتها، وقع بيناتهم واحد المشكل على الخلصة، ما الخلصة ما عجبش خداج دج داكشي اللي تتعطيها البدوية، ومن حقها انها تضرب معاها تمارة وتعطي مجهودها وتاخد واحد الفلوس اللي قلال، الا طبيعة الحال لا حنا ما رضاوهاش. صافي خوتي، نشأت قناتها راسها وقفت مع اختها، هي اللي تتمونطي، هي اللي كل شيء، ربي عطاهم القبول وحبب فيهم خلقه، ولاو المتتبعين عندهم في القناة، قناتهم كبرات ولات معروفة، تيصيفطوا ليهم الناس من انحاء العالم القاضوات، الله يزيدهم فضله احسانه. علاش شكون اللي خلاكم في هذا الخير؟ شكون اللي خلاكم ديروا الديور؟ شكون اللي خلاكم ديروا الطوموبيلات من بعد الله؟ ماشي البدوية. يعني هذا الشيء كل شيء ما خصوش يكون اليوم، وهذا الشيء كل شيء ما خصوش يكون عباد الله في الأسر المغربية. انتوما أسرة بدوية، الأسر البدوية العريقة من تيكون بيناتها واحد النقاش وسط العائلة، الكبار اللي تيدخلوا وتيوقفوا هذا النقاش. يعني انت يا لوست بنت البدوية خوت حميميدة، كان عندك واحد النقاش مع بنت البدوية رجيجيئة، يعني الكبار اللي خصهم يدخلوا يفضيوا هذا النقاش هذا، ماشي يجلس هذا النقاش يطول وهذه المشاكل ما بين أسرة واحدة اللي مشاركة الدم مع عباد الله واللحم وبيناتهم التوبية. وما تنساوش كذلك الفضل كما غنعاود لكم نتاع البدوية من بعد الله عليكم، يعني الإنسان خصو يحشم أن من بعد فضل الله عليه راه البدوية كانت لكم سباب، كون ما كانتش البدوية راه ما عمركم غتوصلوا لهذا الشيء من بعد الله. المهم اخوتي، غير تنذكروا للناس راه تينساو، تتعرفوا ان بنت البدوية رجيجي قال لك واحد اللايف خرجت وجابت في العرض نتاع خوت حميميدة اللي بطبيعة الحال هي اختها دايرة القناة، وكذلك جابت حتى في حق بنتها بواحد الكلام اللي ما زوينش، وحنا ضد هاد الشي، حشومة وعيب. وحنا الاولين اللي قلنا يا تونية العائلات لا للضرب في الاعراض ولا للضرب في الام ولا للضرب في الوليدات، حنا اللي قلناه في المرأة المغربية. قال لك تونية اليوتيوب قال لك هما اللي خلاو تبارطاجي هادي تاع لا للضرب في الام، ياك ما عرفتكش علاه امي حاده ماشي ام مغربيه، علاه امي حاده اللي دورتوها في قنواتكم عام وانتوما تتقبحوا عليها بالكلام وتتجيبوا في العرض ديالهم، ما خليتو ما قلتو فيها وما خليتو باش نعتوها، على هذيك ماشي امنا، على هذيك ماشي ام مغربيه، على هذيك ما عندهاش وليدات، وعلاه قناه محبوبه هم ما خليتو ما قلتو فيهم ما خليتو باش نعتو، على هذيك ماشي ام، على عريساتها ماشي عيالات مغربيات هذوك ما خليتو ما قلتو فيهم، على لبنى السريعه اللي مرأة حتى هي مغربيه وما خليتو باش نعتوها ودورتوها لحد الساعه باقي انت تقولوا فيها بالكلام الساقط، وعلى بنتها اللي باقه في الكرش ديالها ونهار ولداتها ما خليتو ما قلتو ما خليتو حتى كذبتو الولاده ديال، على هذيك ماشي ام مغربيه وهذيك ماشي طفله مغربيه، وعلى بنات بوكريشه اللي نعتوهم بالكلام الفاحش والكلام النادي اللي ما يتقالش، وبنت بكريشه تهمتوها انها مع باها في زينه المحارم وما خليتو ما قلتو فيها ولحد هاد الساعه تتخرجوا تتسبوا فيها، على هذيك ماشي بنت مغربيه، وخليو نساء ونساء ونساء، على هادو كاملين ماشي مغاربه. علاش فاش يكون واحد الطرف معاكم نتوما تتبغيو تبينوا راكم تدافعوا على الاعراض، والطرف اللي ضدكم تتخرجوا ليه وتسبوا فيه وما تخليوه باش نعتوه؟ الله ينجينا من المنافقين. دابا اخوتي غادي نقول لكم الخطط نتاع هاد تونية اليوتيوب اللي الشيطان قال لهم بوجور، انا ما تنعرف قدامكم والو
الشيطان هرب منهم وقال لهم يا لطيف اللطف. اخوتي من بعد ما تعتقلت بنت البدوية ام خنونة في المشكل اللي طرا ليها مع الخالة ديالها ديك كبيرة البوحاطيين حتى هي، هذاك المشكل اخوتي اللي تعتقلت فيه بنت البدوية ومعها الوليد ديالها بطبيعة الحال، من بعد ما ولات تهدل الامور من بعد ديك الضجة اللي نوضوا على تونية اليوتيوب، الناس بدات تستعطف مع بنت البدوية اللي تيناديوها ام خنونة ام خنونة، وتتستعطف مع راجلها اللي هو حميميد حيت خلات ليه البنت ديالو ولا تيبان في الفيديوهات مع نسيبتو، تيبوس راس نسيبتو، نسيبتو الصراحة تتحماق عليه. هما خوتي هادشي ما عجبهمش حيت ما خدامش لصالحهم. فين اتجهت تونية اليوتيوب اللي تتشتت في العائلات وفي الأسر؟ فين اتجهت؟ اتجهت اخوتي لعند الأسرة نتاع حميميد، الأم ديالو والأخت ديالو والأخ ديالو، الأخ ديالو أخوتي اللي خرج من واحد المنبر إعلامي اللي دائما تيكون مع البدوية وقال أن بغى أخته وبنت البدوية رجيجي أنهم يتصالحوا يفضوا هذا المشكل، وأخته دير امتزال البنت البدوية. راه أخوتي راه نساب بيناتهم نسوبية وبيناتهم عشرة وجيران أخوتي. بطبيعة الحال تونية اليوتيوب ما بغاتش هاد الشيء حيت هاد الملف غيتساد، واستعطفوا مع بنت البدوية والرأي العام ولا مع بنت البدوية ومع راجلها من بعد ما كان مع الخالة. هنا غادي يجي وغادي تخرج تونية اليوتيوب وغادي تجي عند الأسرة نتاع حميميد باش تجيش عليه الرأي العام. كيفاش أخوتي وعلاش؟ أشنو سمعنا اليوم في هذا الفيديو؟ سمعنا أن حميميد تيجي يزور الام ديالو من ورا مراته ونسيبته، وانه تيجي وتيشكي عليهم وتيقول لهم زعما بالصريح العباره انهم هما اللي مانعيني بنت البدوي اللي دابا معتقله والام ديالها هما اللي ما مخلينيش انني نصون الرحم ديالكم، مع احنا ضد اي واحد انه يحبس مراته انها تمشي تزور صله الرحم والديها والعائله ديالها، ولا هو كذلك اي امراه تحبس راجلها انه يزور العائله ديالو حيت هذه صله الرحيم ما خصهاش تدخل فيه ما بينه وما بين العائله ديالو، واخا يكون عندها هي خصام معاهم هذاك رحيم وتيبقى رحيمه. وما تنسيش انهم هذه المراه هذه راه جدات حفايدك، جد عفوا راه جدات ولادك. اخوتي اليوم جات تونية العائلات جميع السعايا تتجيش الرأي العام على حميميد، علاش؟ انه ما تيزورش الام ديالو، وفاش يبغي كاع كما قالت اختو اخو قال لي انا دائما تيجي بولحية، قالت لي اختو لا غير مره واحده، مره واحده نقيقيره غير مره واحده، وقال لي ما تقوليش، وهانت دابا فضحتيه. زعما هانت فضحتيه راه غتسمع البدويه غاد الكلمه وغادي يوقع ليه مشاكل. راه هادشي اللي علاش يقلبوا تيقلبوا اخوتي جميع السعايا تتقلب ان حميميد يتناقش مع البدوية ومع البنت ديالها. كيفاش اخوتي من بعد البدوية ما غتسمع ان حميمي تيجي من وراها ومن ورا بنتها يزور العائلة ديالو، وانه تيعاود ليهم انه هما اللي حابسين وما مرتاحش وكيف تي يصيفطوا الميساجات المشفرة وغيتخاصم مع البدوية، واول ما غيجي غيجي لك الحضن الحانون غيجي عند العائلة تاعو. هنا فاش غيجي عند الأسرة ديالو بطبيعة الحال غتجي جميع السعاية وغتبدا دير به لايفات ودير به فيديوهات، ويخرج يضرب في البدوية ويقول لها انت وبنتك اللي ما تتخليونيش نجي عند الأسرة ديالي، وهنا غيتقلب الرأي العام على البدوية وعلى بنتها على أم خنونة، غيتقلب عليهم الرأي العام وغيقول لهم انتوما ما مزيانينش وحابسين حميميدة الدرويش الحنين اللطيف مسكين على الأم ديالو وعلى خواتاتو. فهمتوني اخوتي كيف داروا في الام نتاع منعشه وفي الاب ديالو اللي قال لك داهم باش يصالح بينه وبين طلب موت منعش من الجده انها تنتازل المنعش زعما ويخرج باش يشد كذلك منعش ويقول ليه شوف راه الام ديالك والاب ديالك هما اللي سعوا للصلح وراه بسببهم باش خرجتي حيت امك طلبات وباك، واجي ونديروا لايفات ونديروا فيديوهات على بنات البدويه وعلى البدويه ونقلبوا عليهم الراي العام. حيت فين ما كانت شي قناه كبيره في المغرب خصها ما تبقاش اخوتي، فهمتوني علاش تيسعاو هاد جميع السعايا والمجموعه ديالها؟ فهموني مزيان. هنا اخوتي
نقيقيرة كيف تتقول انك كان طلعت بنت البدوية وطلعوا زعما اعتذروا ليها امام الملأ، هذا هو الشرط ديالها كما قال هو، يلاه دابا طلعي البدوية وبنتك امام الملأ وطلبي الاعتذار من نقيقيرة في داكشي اللي قلتو فيها. وهم عائلة بيناتهم، عائلة بيناتهم عباد الله، اش دخل هاد تونية العائلات بيناتهم وسطهم؟ عباد الله العائلات البسيطة، كيف تنبغيكم ببساطتكم هذيك البساطة والأسر المغربية العريقة، ما تبقاوش ديروا بحال هاد التصرفات وتخليو بحال هاد الناس يدخلوا ما بيناتكم كأسرة. راه القانون اللي غيجيب لكم حقكم، دابا هاد الشيء اللي جالس وسطكم اشنو غيجيب لكم من حقكم؟ راه تيزيد غير الطين بله وتيجيش القلوب على بعضياتها وتيزيد غير في الحقد ما بين العائلات. وريو ليا شي ملف دخلت فيها تجميع السعايا وسالا بخير وعلى خير وبصلح، ياك دائما العائلات شوفوا سيدي عديش وقع فيه، الجيران كل واحد دار قناته وبداو تيتعاطاو مع بعضياتهم. دابا تحول داكشي تاع سيدي عدي لمدينة فاس والأسر تاع فاس، واش فهمتوني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وانتي يا نقيقيرة يا خوت خديديج، لا تنساوش الخير اللي دارت فيكم البدوية، أي خير وصلتوا ليه دابا راه البدوية هي اللي من بعد الله غادي نكررها لكم، راه دارت لك فيكم خير كبير. ايوا انتي يا تونية العائلات اللي جالسة تقولي على حميميد شرا دار، قالت لكم الدار اللي شرات مريم، قالت لكم الدار، انا غنقولها بصريح العبارة، اللي شرات مريم قالت لكم ما عجبكمش الحال على الدار اللي خداته وربي اللي عطاها وحبب فيها خلقه. ايه بغيت نقول لك عاود تاني، قلتي انت ان الولد ديالها حميمي تيدخل الاموال، علاش ما صيفطش امه العمره وعلى دوك اللي جالسين حداك اش يديروا كلهم؟ قال لك علاش ما صيفط حميمي دمو العمره؟ ايوا حتى هذيك راه عندها قناه كبيره وتدخل فيها الاموال الباهظه، هذاك اللي جالس حداك حتى هو عنده قناه، ولدها واحد اخر حتى هو عنده قناه، ايوا يساهموا كلهم وعيبوا حشومه الى خرج حميمي من الجماعه وما ساهمش معاهم يصيفطوا امهم العمره. واني راكم واحد الفاشلين، قالك بغى يقلبوا الرأي العام على ود حميميد تيدخل الأموال وتيدخل السنس باش شرا الدار هو ومرتو، ولكن ما صيفطش امو العمره وما تيعطيهاش مصروفه. ايوا هي راه مع بناتها وتيصرفوا عليها بناتها، راه تتبان مع بناتها في